طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة حول آخر التطورات على الساحة العراقية. نبدأ حلقة اليوم بموضوع اليوم العالمي للصحافة، ففي اليوم العالمي للصحافة يستذكر الصحفيون العراقيون معاناتهم من القمع ومحاولات إسكات أصواتهم من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق، لا سيما بعد ثورة تشرين، فضلا عن استذكار العشرات من الصحفيين الذين قضوا في العراق عقب الاحتلال في أسوأ فترة مرت على حرية الصحافة في البلاد. نتابع هذا التقرير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. لا أهم من الجريمة سوى إخفائها، إذ يرقى الكشف عنها لأولى درجات سلم العدالة، ومن ذلك جاءت أهمية الصحافة الحرة سلطة الرابعة، لكنها في العراق الجديد إذ صوت البندقية هو السائد لم تجد لها مكانا بين السلطات المئة التي تحكم البلاد، فأضحت هي نفسها ضحية بعد أن كانت تحاول تشخيص المذنب. سنوات دامية مرت على الصحافة في العراق عقب الاحتلال الأمريكي، امتازت بضريبة دم باهظة وصلت لأكثر من 277 صحافياً وإعلامياً لقوا حتفهم في غضون 18 عاماً من عمر الاحتلال. وفيما بعد لم تختلف الأمور كثيراً، فتراوحت محددات العمل الصحفي في العراق بين القتل والتهديد والاعتقال لكل من يكشف حقيقة أو يشخص خللاً أو يفتح ملف فساد. أحدث حلقات تدهور حرية الصحافة في العراق ما حصل في أثناء وبعد ثورة تشرين، إذ كثفت آلة القمع الحكومية من حملتها على الصحفيين أشخاصاً ومؤسسات، ونال آخرون نصيبهم من القمع. معاد الحرب والسلام البريطاني قال إن حرية الصحافة في العراق تدهورت أكثر بعد ثورة تشرين، ولا سيما مع رد الفعل العنيف على الجهود الإعلامية لمتابعة موجة التظاهرات المناهضة للحكومة في شهر تشرين الأول عام 2019. ونقل التقرير للمعهد عن إعلاميين ومديرين لمحطات إذاعية قولهم إن الحريات المكتسبة بشق الأنفس معرضة للخطر إذا حاولوا محاسبة السياسيين والمسؤولين، وأن الإعلاميين يخشون معالجة قضايا الفساد وإخفاق الحكومة ويعدون ذلك عملاً محفوفاً بالمخاطر إذا لم يكونوا مدعومين من حزب سياسي. إحصائية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة وثقت 305 انتهاكات في جميع أنحاء العراق عام 2020، تراوحت بين الاغتيالات والاعتقالات إلى مصادرة المعدات وإغلاق المؤسسات الإعلامية، وارتبطت معظم هذه الأحداث بالتظاهرات المناهضة للحكومة والأحزاب الفاسدة. نعم، طبعا في اليوم العالمي لحرية الصحافة سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 268 حالة انتهاك ضد الصحفيين العراقيين خلال عام واحد فقط، وأوضحت في تقرير نشرته اليوم الاثنين بأنها رصدت الانتهاكات للفترة من 3 مايو/2020 حتى يوم أمس الأحد، ولفتت إلى أن الانتهاكات طاولت العمل الصحفي بجميع أشكاله وبذات المستوى المعهود خلال السنوات السابقة من دون وجود أي حلول أو معالجات. وتابعت مع حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة يتواصل نهج قمع حرية التعبير وتضييق مساحات العمل الصحفي بالسلاح والعنف والتهديد والوعيد من قبل العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية. لفت التقرير إلى أن العاصمة بغداد قد تصدرت قائمة الانتهاكات ب 77 حالة، تلتها كركوك شمالي البلاد ب 36 حالة، وأشارت إلى أن شهري حزيران يونيو وآب أغسطس من العام الماضي كان أكثر الأشهر تسجيلا لحالات الانتهاكات بحق الصحفيين العراقيين. بين بأن الانتهاكات خلال العام الحالي تراوحت بين
التهديد والسجن والقضايا الكيدية والاعتداء بالضرب ومنع التغطية، فضلا عن إغلاق وسائل إعلام وتسريح عاملين. وأكدت تسجيل 11 حالة ضرب لصحفيين على الرغم من انحسار نطاق الاحتجاجات، بالإضافة إلى 63 عملية اعتقال من دون أوامر قضائية و10 هجمات مسلحة و141 حالة اعتداء بالضرب ومنع من التغطية، وكذلك حالتي تهديد لصحفيين اثنين. لفت تقرير جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين في العراق إلى تسجيل شكاوى قضائية ضد 13 صحفياً وفقاً للقوانين المسلطة على مجال حرية التعبير التي لا ينوي المشرع في العراق تعديلها أو إلغائها، وأشار إلى تورط الجهات الرسمية بخرق الدستور وعدم اكتراث الجهات المختصة بحماية الدستور وثوابته، وبين بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يلتزم بتعهداته بحماية حرية التعبير والعمل الصحفي، فضلا عن السكوت عن ملف الإفلات من العقاب، إذ لا يزال قتلة الصحفيين ومنفذي الهجمات المسلحة على وسائل الإعلام أحرارا طرقا. وانتقد التقرير ما وصفه بسكوت السلطة عما يواجهه الصحفيون من ضرب واعتداء من قبل منتسبي القوات الأمنية، فضلا عن عدم توفيرها الحماية اللازمة لوسائل الإعلام بعد أن سجل العراق أبشع عمليات الاقتحام والحرق والتخريب لعدد من المؤسسات الإعلامية. معنا اتصال عطوان من بغداد، تفضل عطوان. الله يحفظك. اهلا وسهلا. انا بحاله اجتماعيه، انا بحاله اجتماعيه استاذ. نعم. بعد ما اجي بس تحت الصحافه مو؟ شلون؟ الو. اسمعك تفضل. انا بعد بحاله اجتماعيه بعد ما اجي بطاريها. يعني شيء حارب ايران 8 سنوات بعد ما يعطونا ولا دينار. انا ما مستلم ولا مسجل ايش مالكم. الو. اسمعك عيني اسمعك. رحم الله والديك. أنا ذاك اليوم ماجي السليم حلو هنا بغداد. نعم. نعم عطوان. عطوان. انقطع اتصال مع عطوان. أبو ذياب من الفلوجة. تفضل أبو ذياب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم دكتور عمر. أهلا وسهلا بك. يا أهلا. أستاذ اليوم موضوع الحلقة عن حرية الصحافة. أستاذي. نعم. أستاذي بالعراق ماكو حرية صحافة. نعم. اللي يدافع عن وطنه يقتلونه. راح أقول لك ليش أستاذي. شيء أكيد إذا لزموا لك الحكم من 2003 وقاعدي لك على الكراسي، إذا يجي لك واحد يعني يدافع عن وطنه يوقف بوجههم يقتلونه، والدم العراقي صاير ببلاش، ومن هنا أمريكا ومن هنا إيران. أستاذي ممكن يعني أوجه يعني رسالة للشعب العراقي إذا ممكن؟ تفضل أخي. أستاذ يعني ما أطوليك 10 ثواني، إن أراد الشعب يوما الانتصار فأقول سينتصر الحق ويزهق الباطل. تحية لكل الشعب العراقي المواطنين الشرفاء فقط. آمنوا بالله تعالى فسوف ننتصر بإذن الله ينتصر العراق. وشي ثاني أستاذي، شهداء ثورة تشرين لحد الآن وصلوا 1300 شهيد. نعم. 1300 شهيد، وحسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة. نعم. أستاذي بس هذا أخي سؤال، الواتساب من أريد أتواصل وياكم ما أقدر، ومن أدخل الرقم يقولوا لي غلط. عين الواتساب فقط مخصص. ومسحتك. نعم الواتساب مثل ما راح تشوفه بعد قليل على الشاشة فقط مخصص. نعم. للرسائل القصيرة وليس الاتصال. أدزلكم مقطع. نعم. أريد أدزلكم مقطع وبشيء بات الشيخ عارض الظاهر، أتمنى منكم تعرضوه على القناة. الواتساب مقطع. نعم الواتساب راح ينعرض الرقم. سوف ينعرض الرقم. نعم الثابت رحم الله وديك. وتشوفه إذا عندك رسالة أو إبداء رأي ممكن ترسله عبر. نعم الواتساب. نعم بس ممكن. نعم. إذا أقول لك هذا آخر سؤال وأروح أخلي المجال المتصلين. مقطع مسرب للرئي جون كير رئيس خارجية أمريكا وجواد ظريف، وإن شاء الله أجز لكم إياه وإن شاء الله تعرضونا على القناة. نعم. رحم الله وديك السلام. أبو ذياب من الفلوجة كان معنا. طبعا هو الواتساب حتى نكون يكون المشاهد بالصورة، الواتساب لبرنامج صوتكم هو لإبداء الآراء، يعني تكتب بسطر بسطرين رأيك حول المواضيع اللي تحدث في
العراق. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. وأهلا أخوكم وأهلا جميع الأخوة الصحفيين بهذا اليوم. يا هلا بك، الله يسلمك. من الصحافة. أشكرك. في العراق بالحقيقة يعني ما يعد كحرية للصحافة مجرد أنه تلتقي بشخص أو كذا وهاي، بعدين يجيك دور المونتاج. يعني ماكو دور إلى نقابة الصحفيين خصوصا المركز العام ولا الفروع بالمحافظات. يعني تجي على سبيل في محافظة النجف وما بعد اكو باقي المحافظات لا. نعم. يعني انت تقول لي هذا هاي هويتي، هوية نقابة الصحفيين الحقيقيين المركز العام. وموقع عليها نقيب الصحفيين. يقول لك ممنوع تتنقل، ممنوع تجري أي لقاء، أي استطلاع. المحافظة ما مسوي لك هوية خاصة للمحافظة. طيب المحافظة شو علاقة بالصحافة؟ هاي واحد. ثانيا المحافظة اللي ظهر علينا حيدر العبادي من صار رئيس وزراء ولحد الان ما صار الان منحى هاي البائسه للصحفيين والاعلاميين وطلع الكلام راح نعطيها هاي السنه ويعني في المكافاه جيده وبسيطه جدا ولحد الان وطلع حسن ناظم ما اعرف ناظم حسن وفي الثقافه واكد انه خلال ايام بعد قرار المؤسسات وقررت وكذا وكل شيء ماكو هواء وانت شبك. نعم. بعدين قطع الأراضي الصحفية اللي صار للقرار أكثر من 13 سنة وبالذات محافظة النجف الوحيدة ما انطت ولا قطعة أرض سكنية إلى أي صحفي. لعبنا قبل حتى في 8 سنوات إجا أستاذ أوران وعين ياسري صار له 5 سنوات كلهم كلاوتية دجالة وأكو شغلات أحب أنوه لها. نعم. المناطق المسروقة مثل الساحات والحدائق العامة وهذه كقانون دولي عالمي وقانون عراقي يمنع منعا باتا ان تشتغل عليها اي جهة اخذوها الاحزاب وحولوها الى مولات ومحلات وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور واول ما بدأها السيرة القادرة هو عدنان الزرفي وجماعته وعصابته فاحنا نطالب انه يكون لنقيب الصحفيين معين في ان يكون له دور فاعل مو بس يقول انا يعني ابو زينب انت ابو زينب كيف ترى نعم كيف ترى كيف ترى دور نقابه الصحفيين في العراق تجاه الصحفيين ابو زينب انقطع اتصال مع أبو زينب من النجف. معنا أنس من بغداد. أنس كيف ترى وضع الصحفيين في العراق وهو يتذيل قوائم حرية الصحافة إن كان بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة جاء بالمرتبة 163 هناك عمليات اغتيالات قامت بها ميليشيات بحق الصحفيين في العراق قد تكون هذه الحالات حالات الملاحقة والاغتيال والتضييق على الصحفيين لم تنتهي منذ العام 2003 ولغاية الآن وازدادت بعد ثورة تشرين. تفضل أنس. نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولكل المشاهدين. أرحم والخلود لشهداء العراق وشهداء ثورة تشرين وشهداء الكلمة الحرة الصادقة. آمين يا رب. اليوم احنا خلينا نحكي موضوع ما يخص ثورة تشرين. يعني احنا من بدأ ثورة تشرين تضييق إعلامي كبير للمؤسسات الصحفية الإعلامية والإعلاميين بصورة عامة. اليوم يعني وصلنا ومن أغلب إحنا من متابعتنا لأغلب البرامج التلفزيونية اللي تتناول الشأن السياسي بالعراق وصلنا إلى فرضية غابة اللي هي يا أما تتبع نهجنا كميليشيات تمام يا أما كاتم يا أما تحرق المؤسسة اللي أنت تعمل بها. هذا الكلام يوجهونه بصورة مباشرة للصحفيين ولمقدمين البرامج ولاحظنا وشخصنا عدة حالات. من وعلى أثر ذلك قاموا بالإعلام هم المظل والجيوش الإلكترونية التابعة لهم الولائية خاصة
بتهديد الكثير من الناشطين وتهديد الكثير من الإعلاميين، ووصلت الحالة إلى حرق مقرات لكثير من القنوات كما شاهدتهم وشاهد الشعب العراقي. اليوم أستاذ عمر العزيز، اليوم ماكو بشيء اسمه حرية الصحافة في العراق، مجرد شعار، يعني بين قوسين مجرد شعار، ماكو بشيء اسمه حرية الصحافة، وهذا شيء معلوم. وأكثر القنوات التلفزيونية والإعلاميين اليوم الشرفاء ما يقدرون يشتغلون بالعراق. نعم، ما السبب؟ السبب وجود ميليشيات سلاح منفلت، يعني هذا بحد ذاته هو سبب انه ما يخلي اي انسان يوم حر انه قلم يكتب، تمام؟ يعني ثمن الكلمه الصادقه الحره رصاصه كاتم، هذا بالعراق هذا المعمول به. ولاحظنا احنا، يعني لاحظنا عندنا شهيدين اعلاميين اللي هو صفاء غالي واحمد عبد الصمد شهداء البصره. نعم. اللي استشهدوا بالبصره اثر كواتم الجبناء. نعم، ولغاية الآن لم تكشف يعني الحكومة والسلطات المعنية لم تكشف قتلة أحمد عبد الصمد وصفا غالي وغيرهما من الصحفيين. كيف ترى دور نقابة الصحفيين في العراق أخي أنس؟ نعم أستاذي، أعرج على كلامك، هم ما يكشفون ولا راح يكشفون بوضع هذا النظام السياسي. يعني هذا النظام السياسي هو مشترك، وإذا لم يكن مشترك فهو متستر على القتلة. القتلة هم نفسهم الذين قتلوا المتظاهرين، هم نفسهم اللي أقتلوا الناشطين، هم نفسهم اللي يضيقون على الحريات الصحفية في العراق. فإلا بإزالة النظام السياسي الحالي، إسقاط المنظومة السياسية بالكامل، من بعدها ثم نفكر بقضية محاكمة قتلة المتظاهرين وقتلة الإعلاميين الشرفاء. أما بالنسبة لدور هيئة الإعلام أو نقابة الصحفيين، نقابة الصحفيين نحن نشوفها، يعني شخصنا أن دور ضعيف، تمام؟ يعني هؤلاء هم نفسهم إذا أجروا أو حكوا كلمة هم يهددون، وهم يعني حالهم حال الإعلاميين. يعني الصراحة إحنا اليوم مشكلتنا الكبيرة هي وجود الميليشيات وسلاح المنفلت، هذا باختصار. نعم، أنا أشكرك أخي أنس من بغداد، كان معنا أبو سلام من بيجي. تفضل أبو سلام. أبو سلام هل تسمعني؟ يبدو أن فقدنا اتصال مع أبو سلام من بيجي. طبعا بحسب تقرير صحيفة العربي الجديد رصدت فيه بعض ردود أفعال الصحفيين، جاء في التقرير بأنه صحفي عراقي وهو أحمد الشمري يعمل في محطة فضائية محلية أكد بأن الدستور أقر حرية التعبير، إلا أن ذلك غير موجود على أرض الواقع، وأوضح بأن السنوات السابقة شهدت انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين وصلت أحيانا إلى حد التهديد والتصفية، وأشار إلى ضعف المؤسسات المعنية بحماية حقوق الصحفيين، وبين بأن بعض الانتهاكات وقعت من قبل السلطات وقوات الأمن التي يفترض بها تولي مهمة توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وشهد العام الماضي تسجيل أكثر من 300 انتهاك ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية في العراق، ومن بين الانتهاكات اغتيال 4 صحفيين وإصابة 10 آخرين واعتقال 74 إعلاميا والاعتداء على 167 آخرين. يشار إلى أن العراق كما أشرنا بأنه احتل المرتبة 163 وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 بحسب إحصائية لمنظمة مراسلون بلا حدود. وقد تراجع العراق مجددا في المؤشر العالمي، كان العام الماضي 162 على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وكما أشرنا بأنه في هذه السنة احتل المرتبة 163 وأدانا مركز حقوق لدعم حرية التعبير في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدان الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق والتي ترتكبها في الغالب جهات في السلطة أو خارج عن القانون من تهديدات ومساءلة أمنية وقضائية وتعليق تراخيص وحجز أدوات وتحطيمها وغيرها. المركز قال بأن الصحفيين العراقيين يواصلون نضالهم في المهمات التي يخترق الخوف أصحابها جراء الأفعال التي تقوم بها جهات
حكومية وحزبية عند تسليط الضوء على ملف معين من خلال احتجاز أو اعتقال الصحفيين من جهة ومدونين من جهة أخرى، كما سجل المركز 129 حالة انتهاك ضد الصحفيين للفترة الممتدة بين 5 أيار 2020 والثلاثين من نيسان عام 2021. وكشف مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين عن 49 انتهاكا ضد الصحفيين في إقليم كردستان العراق منذ بداية عام 2021. وأقام المركز مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد فيه بأنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تسجيل 49 انتهاك ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية في إقليم كردستان العراق من ممانعة وتهديد واستخفاف وعمليات اعتقال. أما مركز جنيف للعدالة فقد أكد استمراره في النضال من أجل العدالة وحرية الصحافة في العراق، وأوضح المركز بأنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يقوم بإحياء ذكرى أحمد عبد الصمد وصفاء غالي ويوسف ستار، نسأل الله أن يرحمهم وأن يتغمدهم برحمته، وغيرهم من الصحفيين الذين أغتيلوا على يد الميليشيات وهم يمارسون عملهم الصحفي بحرفية وينقلون مطالب المتظاهرين العراقيين، كما أكد التزامه بمكافحة سياسة الإفلات من العقاب في العراق، وحث المجتمع الدولي على توفير بيئة آمنة للصحفيين، وبالتالي يحث على وضع تشريعات أكثر وضوحا وصرامة للتصدي لمختلف أشكال الجرائم الهادفة لإسكات الصحفيين. نعم، رسالة يقول فيها أبو علي النعيمي من بغداد، تحية لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين، يقول لا وجود لحرية الصحافة ولا لإبداء الرأي في العراق، والديمقراطية في العراق هي أكبر كذبة، وكل من ينقل الحقيقة وينتقد أي مسؤول والأكثر من ذلك كل من يطالب بحقه يتعرض للاعتقال والتعذيب وفي أكثر الأحيان القتل بواسطة الميليشيات المسلحة التي لم ولن تسيطر عليهم الحكومة حتى هذه اللحظة. رسالة يقول الصحافة في العراق وضعها سيء، الصحفيون في العراق بين دكاكين الأحزاب كما يقول والميليشيات، وأما فوهات الكواتم. معنا اتصال محمد بن الأنبار، تفضل محمد. أهلاً أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلاً وسهلاً. أستاذ إحنا غسمنا هاي مال رعاف. نعم. أستاذ. نعم. أهلاً أستاذ. أسمعك، قدمته على وين؟ محمد. أمر على الاجتماعية. وهسه أنا أريد قاعد يقولون أطلعت ساميكم وسامينا أكون عليها. ألو أخي، أسمعك واضح، وضح فكرتك. شو وقت قدمت على الرعاية الاجتماعية؟ يضحكون علينا، أخذوا كل واحد من عندنا 3 ورقات. إيش قد؟ أخذوا من عندنا كل واحد 3 ورقات. هاي شو وقت؟ الناشد وزير الريد بس نشتي معاد، يعني احنا قاعدين لا حتى عمال مالي ما عندنا، لا نقدر نشتغل عمالة، لا نقدر كل شيء. نعم. هذا يستخدم من العام. نعم. بعدين ما حصلت رد؟ محمد بن الأنبار كان معنا وهو يشكو من موضوع الرعاية الاجتماعية وقال بأنه قام بدفع $300 ولم يحصل على شيء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@arrafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر
حساب انستغرام موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من حساب تويتر وصفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تيليجرام. اهلا بكم من جديد. معنا اتصال ابو كرار من بغداد. تفضل ابو كرار. حياك الله قناة الرافدين. تفضل عيني. تحياتي لك والقناة الرافدين. حياك الله، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. اسمك حرية الصحافة. نعم. الحرية هسه بس للاحزاب، القنوات الاحزاب. نعم. يعني الوطني ما عنده حرية، الانسان الوطني صحفي المحترم ما عنده حرية. لو صار بالحساب ولا تريد تسميلك القنوات هذه ما عندي مشكلة هم تسميهن. لو ماكو حرية للصحفي المحترم. نعم، ما الأسباب؟ هي الأحزاب والحكم نزل السنة والشيعة والمسيح والكراد، شك واحد بالحكم غيره لا تدخل الأشخاص. نعم. اي هو هذا انا السبب. هو لو عنده غيره كان خلى حريه الصحفي. شفت اي صحفي، اي صحفي يعني قناتكم المحترمه تحكي بهموم المواطنين، تحكي بواقع الحال. نعم. ليش قناه البغدادية سجلت قناه شوهبي؟ هو قناه كانت يعني تطلع فسادهم، عامه المواطنين يطلعون فسادهم. مثل يقول عندنا ماشي وخياساتهم يعني محاربين. هاي ثمن الكلمة أخي أبو كرار. إيه. نعم. إيه. وبس هم أستاذ هم أغبياء طبعاً مو أذكياء. يعني هم لا يتهمون بس هم فهم أبي الحكومة كلهم الأحزاب. ترى أخذ مني الشهيد، تعرف شو اسمه مني الشهيد؟ نعم. يعني 800 شهيد لو كل واحد وراء يعني خمس نفرات كذا ألف. أضيف فيهم إلى 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 مشجعين أو مثل ما يقول يعني مناصرين لهم الجهاد، بس هم أغبياء. أكو شيء اسمه الغباء. نعم. إيه. بس هم إن شاء الله مكيفين على أساس عبالهم يحصلون بعد مقاعد ويحصلون بعد هاي. أنا أشكركم. أنا أشكرك أبو كرار، أشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف. تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. تحية لك أخي الكريم. حياك الله دخوان. يا أهلا وسهلا بك. في الحقيقة دكتور عمر هذا الموضوع مهم جدا أنا. نعم. برأيي، لأن المعركة في العراق هي من شقين، شق عسكري أمني سلاح وشق إعلامي. نصف المعركة الآن في العراق هي يعني من جانب الإعلامي. فأنت ترى كم من القنوات الآن تبث للعراق، أكثر من 100 قناة طائفية، قناة للفبركة، قناة كذلك جيوش، يعني الاختراق قناة الرافدين هذا أكبر دليل على أن هنالك جيوش يعني يتم إعدادها لهذا الغرض، قتل كثير من الصحفي. يعني العراق هو أعتقد واحد من أخطر الدول اللي موجودة الآن على يعني السلم
الإحصائيات بأنهم من أخطر دول بالنسبة للصحفيين. يعني مراسلة العربية نتذكر كيف تم قتلها من قبل سليماني أوان من سليماني في سامراء وغيرها من الصحفيين، كثير من الصحفيين. في النتيجة هم يريدون تجهيل الناس بأي طريقة، كتم الأصوات. هاشم الهاشمي لماذا تم قتله؟ لأنه كان يطلع على الفضائيات ويتكلم بكل حرية على أساس أن العراق هو من الدول الديمقراطية وهذه السلطة الخامسة، مو على أساس كذا، على هذا الأساس هو تم تحرير العراق. فعلى إيه لماذا يتم يعني تكميم الأفواه؟ اليوم ولا البارح تم خطف مراسل قناة الثورة 25 تشرين اللي يعني في اليوتيوب، تم خطفه في كربلاء. فأخي هذه دوامة تكميم الأفواه واختطاف الصحفيين وقتلهم والنشطاء ستستمر إلى أن يتم إغلاق السفارة الإيرانية وطرد كل الإيرانيين الموجودين في العراق. يعني المشكلة الكبرى في العراق هو إيران. إيران نفس الشيء، في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان عندما قتلوا قبل فترة أحد النشطاء. فهذا الأمر أخي طبيعي، هذا لابد هم يستمرون حتى يتم فبركة الأمور. ولكن مع ذلك يعني الناس يعني المشكلة الأخ بالقليل يقول أغبياء، فعلا أغبياء، لأن الناس عرفوا كل شيء، انكشف كل شيء. فلا أدري لماذا هذا يعني القتل والقتل المستمر، دوامة القتل في السجون، يتم قتل الناس في حتى القوات الأمنية. ترى الآن في معلومات تصلنا أنه هم الذين يقومون بقتل الجيش والشرطة في ديالى وفي سامراء حتى يقال هنالك رجع داعش إلى آخره. فبركة في فبركة من أول ما دخلوا إلى يومنا هذا أخي عمر. نعم، أنا أشكرك أبو فاطمة من النجف، كان معنا اتصال أبو شيماء من بغداد. فضل أبو شيماء. حبيبي أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك حبيبي. هذا المتحدث القبلك يقول أنه سليماني الله يرحمه الشهيد القائد يقول هو قتل الصحفية، يقول له شرفك بغيرتك، يعني أنت عندك دليل بأنه هو المسؤول وهو حارب داعش ومن قاتل داعش. نعم، احنا بدنا نتكلم عن حرية الصحافة، انت الان رديت عليه وتريد تبدي رأيك على موضوع حرية الصحافة في العراق. ابو شيماء من بغداد، انقطع اتصال مع ابو شيماء من بغداد. خلونا نروح الى موضوع اخر، موضوع انه اليوم القضاء في العراق قام بالحكم على ضابط في الجيش، هذا الضابط قام باعتقال إمام مسجد وقام بتعذيبه ومات هذا إمام المسجد تحت التعذيب دون مسوغ قانوني. وطبعا حادثة حصلت في محافظة نينوى قبل تقريبا 5 سنوات. محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها بحق الضابط وآخرين في 8 أبريل نيسان الماضي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. وقالت المحكمة بأن الضابط المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد مساجد نينوى من دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش، واقتادته إلى مقر السرية الخاصة وقاموا بالتحقيق معه وقاموا بالتعذيب حتى وفاته، ونفت أن يكون المجني عليه منتميا إلى تنظيم داعش، وبأن المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة 20 بالجيش أثبتت إدانة الضابط، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد تعرض إمام المسجد للتعذيب. زين، إذا كل هذه الحقائق موجودة أمام القضاء، يجي القضاء ويقوم بالحكم على الضابط وآخرين بالسجن لمدة 5 سنوات فقط وشهر واحد وفق قانون العقوبات العراقي كما قالوا، لكن الحكم لم يكتسب بعد درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه، يعني ممكن يطعن ويطلع من يخفف الحكم عليه. طبعا الفترة الماضية شهدت عمليات اعتقال غير قانونية نفذتها ميليشيات مسلحة وقوات أمنية في المحافظة، ما تسبب بزج الآلاف من العراقيين في السجون، وأجبر الكثير منهم على الاعتراف على جرائم لم يرتكبوها
تحت التعذيب. عضو في الحكومة المحلية للموصل تحدث لصحيفة العربي الجديد وقال بأن هناك مئات الدعاوى المقدمة للقضاء حول جرائم مماثلة وقعت في المحافظة قبل احتلالها من قبل داعش في صيف 2014 وكذا بعد تحريرها، وبين بأن القوات الأمنية والفصائل المسلحة المنضوية تحت الحشد الشعبي نفذت عمليات اعتقال واسعة وغيبت المئات من أبناء المحافظة وأحالت آخرين منهم إلى القضاء بتهم مختلفة، وتعرض أغلبهم للتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم. أشار المسؤول الحكومي المحلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن هذا الملف ضعيفة للغاية، والحكومة لا تعمل على متابعته، مما تسبب باستمرار ارتكاب هذه الجرائم، داعيا لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان إلى متابعة هذا الملف. طبعا انتقد قانونيون عدم تناسب العقوبة التي أدين بها الضابط مع حجم الجريمة، وأكدوا بأن القضية أصبحت جريمة قتل ولا يمكن أن يكون حكمها السجن 5 سنوات فقط. وقال المختص بالشأن القانوني كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد وعد اللهابي، قال بأن الجريمة يصل حكمها إلى الإعدام لأنه استغل منصبه في تنفيذ تحركات خارجة عن القانون وعن سلطة الدولة ثم قام بالتعذيب حتى الموت، وأكد بأن تكييف المواد القانونية وفقا للمحسوبيات هو إساءة للقضاء في العراق، كما أنه يعطي الميليشيات ومنتسبي الأجهزة الأمنية مسوغا لتنفيذ أجندات خاصة. يجب التعامل مع هذا الملف بمهنية وأن تصدر أحكام قضائية قوية تحقق الجدوى القانونية وتكون رادعة لكل من يستغل مسؤولياته، وقوبل الحكم بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. معنا اتصال أبو وطن من لندن، تفضل أبو وطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليك. عفوا، بالنسبة لحرية الصحافة، نعم. طبعا الكل يعرف أنه ماكو حرية صحافة، يعني لا يمكن أن تكون حرية صحافة إذا هي لا حرية صحافة ولا حرية تعبير عن الرأي، بس مجرد أن أي صحفي أو أي مواطن حتى المواطن البسيط إذا ينتقد مسؤول بالدولة أو ينتقد عمل الميليشيات أو الدور الإيراني وهو الأهم، كل صحفي كل إنسان بسيط يذكر الدور الإيراني بالعراق يعرض نفسه للقتل والإقصاء. فماكو شيء اسمه حرية صحافة بالعراق، هذا طبعا من بداية الاحتلال إلى يومنا هذا، وشفنا كثير من الصحفيين راحوا واغتيلوا، وكثير من الناس اللي أبدوا رأي وأبدوا معلومة بس ذكروا معلومة عن الدور الإيراني في العراق تمت تصفيتهم. فعن أي دور أي صحافة حرة بالعراق؟ ماكو صحافة حرة بالعراق. وشفنا طبعا مثل ما قلت، شفنا الصحفيين وحتى الناس البسطاء أو حتى بعض المسؤولين اللي تكلموا عن الدور الإيراني تمت تصفيتهم. والدولة طبعا، الدولة على مر السنين الماضية من 2003 إلى حد الآن، أما أن تكون مشاركة أو متواطئة، أما مشاركة أو متواطئة، يعني تطلق يد الأحزاب والميليشيات تصفية هؤلاء الناس بس مجرد أن يذكر الدور الإيراني بالعراق، الدور التخريبي الإيراني بالعراق. فماكو حرية صحافة بالعراق. بالجانب الآخر أكو يعني تدليس للحقائق من قبل الصحافة، صحافة الأحزاب وصحافة الميليشيات، من دورهم على أساس بالمقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، من خلال تصوير أنفسهم أو تسويق لقادتهم على أنهم ناس وطنيين وهم ناس يحبون العراق ويردون مصلحة العراق، والواقع طبعا هو غير ذلك. فمن جانب يتركون الأنفسهم والصحفيينهم والذيولهم أن يتكلموا بما يشاءوا مدحاً بهذه الميليشيات وهذه الأحزاب. من الجانب الآخر إذا أكو معلومة حقيقية تتكلم عن الحق وعن الدور الإيراني التخريبي التدميري للعراق، يتم قتل صاحبها أو إقصائه.
أشكرك جزيلا. شكرا أبو وطن من لندن. كان معنا فلاح من صلاح الدين. تفضل فلاح. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. كيف حالك دكتور عمر؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك. أنا مهجر هسه حاليا بكردستان. نعم. أستاذ عمر، أنا بالنسبة لي مهجر من صلاح الدين. وبالنسبة إن يعني هسه جاي يجبرونا على الرجعة لبيوتنا يعني بالقصد. نعم. إيه، فيقول لازم تفزعون على مناطقكم ومناطقنا، يعني هسه القواعد الأمريكية فيها حتى البكرة الجوية. جاي تنقصف من يعني من ما نقدر نقول لك يعني من الميليشيات جاي تقصفها. نعم. ميليشيات جاي تقصفها، يعني أنت ترد على العوائل، تقوم تضرب العوائل على شنو الأسباب؟ نعم. إيه، يردون على حوائلنا، يضربون حوائلنا، يعني مو شو المكان، ويوميا طالع داعش طالع من القناة الفلانية، وداعش طالع هيجي طالع. والله يا دكتور عمر يعني ما أدري، يعني أنا بالنسبة لي أخواني راحوا يعني ما أعرف، داعش أخذهم، الميليشيات أخذتهم، يعني ما أعرف يعني يعني ما تهم دكتور عمر، يعني ما تهم. نعم. إيه، فهسه يعني من جبريل من إيريدينا طلعنا من المخيم، وإحنا بيوت ما عدنا دكتور عمر، بيوت ما عدنا. نعم. ويريدون يرجعونا بلقوا، يعني وين أقعد دكتور عمر؟ وحكومتنا ناس باطلة حرامية ما ترحم. الله يعينكم والله. والله يا دكتور عمر يعني الراية البيضة الله ثم السمون الأكراد. نعم. يعني هم يعني هسه عايشين على فضلاتهم، على فضلاتهم عايشين وقاعدين بخيمة، يعني شنو قيمة الخيمة؟ نعم. وما أدري شو سألت لك دكتور عمر، يعني والله العظيم يعني ما أعرف شو أوصف لك، ما أعرف أوصف لك. يوم صار لنا 7 سنوات شفت من الويل. نعم. أنتم متى ترجعون؟ ولكن هناك إجبار إجبار عليكم للعودة. دكتور عمر الله يخليك، هسه يعني هسه مقرنين احنا حالي شغلك انت. نعم. ولازم اكو كلمة موجودة بالمنطقة، لازم قصب ما حديق تنتخذها. قصب ما حديق تنتخذها، يعني الهدف هو حتى تروح تنتخبون. حدث يعني جاي الحكومة مالتنا تحب على الأمم ترجع المنازحين لخاطر احنا مناطق يثرب. نعم. مناطق يثرب لازم نرجع لخاطر منتخب هاي الكتل العفن. نعم. والله يا دكتور عمر يعني لا حول ولا قوة، لا حول. قلت لك أنا بالنسبة لي عائلتي كلها راحت، عائلتي الوحيد أنا من المنطقة، عائلتي تدمرت خلاص، يعني كلها هسه تقريبا حوالي 40 يتيم برقبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعانكم الله ونسأل الله أن يفرج عنكم يا رب. والله يا دكتور عمر والله العظيم أكو منظمات توصلكم، شنو احتياجاتكم دكتور عمر؟ أي يعني عايشين ينطونك بالشهر ينطونك استمونا على أنت جد عائلتك ينطونك كل نفر 10,000 دينار. نعم. من دائرة الهجرة. أنتم بيا مخيم؟ 10,000 دينار. بيا مخيم؟ احنا مخيم عربت. وين مخيم عربت؟ بيا مخيم؟ مخيم عربت. ها نعم. اي، وما جت كانت المنظمات قبل تجينا. نعم. اي، ما قبل كانت المنظمات تجينا فانقطعت، ما تكلم عندنا. نعم. اعانكم الله. اي، وانقطع عندنا. ان شاء الله الخيرين يسمعون صوتك وما يقصرون معاكم. فلاح من صلاح الدين كان معنا. ام احمد من صلاح الدين. ام احمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. شلونك اخويا؟ يا هلا بيك، تفضلي يا اختي. اخويا انا بس عندي معتقلين اسمواني من 2015. نعم. اي، ولحد الان يعني ما نعرف عنهم اي شيء. يعني من اعتقلهم؟ ينشروننا من محكمه الساعه والسجن. شنو؟ وين معتقلين هم؟ محكمة الساعة. نعم.
يشرون يعني على الفيس يقولون جيبوا المستمسكات وفلان وفلان موجودين بالاسماء وناخذ المستمسكات ونروح لهم وحتى يعني نشده ما ينطون. ها يعني انتم ما واجهتوهم يعني وما تعرفون مصيرهم وين؟ لا ما نعرف المصير. احنا لو نعرف كان يعني وين نروح على هيك شيء. من يا منطقه من يا منطقه اختفوا؟ منو اللي اخذهم؟ والله جت يعني قوات مختلطة أشكال يعني شرطة اتحادية العفو شرطة اتحادية ماكو يعني حشد. نعم حشد وعصائب. أي أي يعني أغلبيتها يعني القوة مال الدجيل هي اللي وصلت يمنا. ومن ذيك الساعة اختفوا وما تعرفوا لهم وين صار؟ أي من يوم 6/6/2015 ولحد الآن. نعم ما حد اطاكم يعني اي يعني من راجعتوا السجون الجهات المعنيه ما حد اطاكم اي خبر؟ والله يا اخويا اي نشده ماكو وهم نعم. اصلا ضامينهم تجي بعض المعلومات. نعم اي اعانكم الله ونسال الله ان يفرج عن جميع العراقيين. ام احمد من صلاح الدين وقصه اخرى مع المغيبين والمعتقلين في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.